طبعا الثانويه العامه بتشغل بال ملايين المصريين كل سنه، عامله اشكاليه وعامله مفهوم بعبع طبعا. زي ما جوزيه قالت لكل المصريين. طيب الرئيس في مؤتمر حوار الوطن الاخير اقر ان احنا نعمل او وجه ان احنا نعمل مؤتمر قومي لتطوير المرحله الثانويه. طب ويسبق هذا المؤتمر ان احنا نعمل حوار مجتمعي زي ما حضراتكم شايفين النشاط السياسي في الدوله والحركي، ان اي حاجه في الدوله بنمشي من خلال الحوار المجتمعي عشان نصل الى افضل الاراء. طيب قبل ما نعمل المؤتمر هنعمل حوار مجتمعي، وبعد كده نعمل المؤتمر نقر فيه التعديلات ديت. من ابرز التعديلات ديت اللي هي اقرار المسارات. طب ليه احنا بنعدل او بنعدل في الثانويه العامه او بنعمل تطوير في الثانويه العامه؟ بهدف تحقيق مجموعه من الاهداف. اول حاجه يا فندم اللي احنا نقضي على بعبع الثانويه العامه، اللي احنا نخفف العبء على كاهن الطلاب واولياء الامور. الاهم بقى اللي احنا نمكن الطلاب من المهارات الحديثه في العلوم الحديثه اللي بتمكنهم من العمل في سوق العمل والتنافسيه الدوليه. احنا دلوقتي سوق العمل ما بقاش محلي، انا ما بنافسش نفسي، لا انا بنافس الدول الخارجيه والدول المتقدمه. وحضراتكم عارفين ان اي شاب في اي دوله دلوقتي مش شرط ان هو يشتغل في الدوله بتاعته، يمكن هو قاعد في الدوله بتاعته في مصر يشتغل في شركات عالميه في امريكا واوروبا. فانا عايز الطالب بتاعي يطلع محمل بهذه المهارات اللي بتمكنه من العمل في الشركات الدوليه، وان هو يعني يكسب بيه العمله الصعبه. طيب اول ملمح للتطوير يا فندم هو تعدد المسارات. دلوقتي الوضع الحالي هو زي ما حضراتكم عارفين علمي، علم علوم وعلم رياضه والادبي. طيب هنا دلوقتي في تطور في الحياه المعاصره، ما بقاش فيه العلوم الكبيره، بقى فيه تخصصات علميه دقيقه داخل كل فرع. فهنا جت الفكره اللي احنا نعمل حاجه اسمها المسارات. المسارات بتعني ان انا هيبقى عندي اكتر من مسار، مثلا يعني مسار علوم طبيه، مسار علوم هندسيه، مسار فنون، مسار انسانيات. تمام؟ طيب المسارات ديت كل مسار هيبقى ليه مواد خاصه بيه بتؤهل الطالب لدخول الجامعه. طيب هل المسارات ديت معناها ان كل طالب هياخد مواد مختلفه تماما عن المواد الثانيه في مسارات اخرى؟ لا، في مواد اسمها الجزء المشترك اللي هي هتبقى موجوده في كل التخصصات، زي يا فندم زي مواد اللغات، زي مثلا التربيه القوميه، زي التربيه الوطنيه، زي مثلا الاحصاء والاقتصاد. فبالتالي ديت عباره عن مواد جزء مشترك هتجمع بين هؤلاء الطلاب. المسارات ديت الميزه اللي فيها ان احنا هنعمل تطوير للمناهج. طب قبل ما اتكلم على التطوير، احنا وصلنا لفين في تطوير المناهج في مصر؟ خلي بالك احنا ماشيين بخطه ممتازه، واول مره اشوف في تاريخ اصلاح التعليم المصري اللي احنا بنمشي بخطه علميه 100%، اللي احنا بدانا التطوير صح من اول مناهج رياض الاطفال في 2018 ووصلنا بالتطوير لغايه صف السادس الابتدائي حاليا. خلال الثلاث سنين الجايين هنطور ان شاء الله مناهج المرحله الاعداديه، وبعديهم مناهج المرحله الثانويه. طب لما نطور الثانويه العامه ده متوقع ان يبدا التطوير امتى؟ من اول بعد ثلاث سنين لما يصل قطار التطوير الى الصف الاول الثانوي. خلي بال حضرتك احنا في تطوير المناهج عاملين زي البناء الهندسي، لما نيجي نبني بيت بنأسس من تحت ونطلع فوق فوق فوق، كل حاجه مترتبه على اللي قبليها عشان حتى تسلسل المناهج طبيعي. بالظبط يا فندم، انا المناهج دي يعني مترتبه على بعضها البعض تراكميه، كل منهج في صف اعلى مترتب على الصف اللي قبله. فانا هنا عشان ابدا التطوير في الثانويه العامه هنتظر اللي انا هطور السنه الجايه اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، هنا بقى هيبدا تطوير مرحله الثانويه العامه. هنا هطور المناهج من ناحيتين، اول حاجه يا فندم ان المناهج دي هتتسق زي ما استاذه جمانة قالت مع المناهج المطوره في المراحل السابقه، ثاني حاجه ان انا هربطها بالمناهج بتاعه الجامعات والتخصصات الحديثه في الجامعات. حضرتك دلوقتي بتسمع عن تخصصات حديثه زي الذكاء الاصطناعي مثلا، فبالتالي لازم المناهج بتاع الثانوي تؤهل الطالب بتاعي لمناهج الجامعه. طيب ثاني حاجه في المناهج ديت لازم ان هي تراعي العلوم الحديثه زي الذكاء الاصطناعي. خلي بال حضرتك مش شرط الذكاء الاصطناعي ادي للطلاب علم الرياضه فقط او علم علوم فقط، انا يمكن ادي ملامح ليها حتى لطلاب الشعب، يعني هو متداخل في كل المجالات بالظبط، لازم تكون ثابته. بالظبط، انا بستخدم الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، المعلم يمكن يستخدم الذكاء الاصطناعي في اعداد الدرس، اي حد في الاعلام في اي حاجه يمكن استخدم الذكاء الاصطناعي. يبقى انا هنا براعي العلوم الحديثه، براعي المواد اللي هي متطلبه في الوقت الحالي زي رياده الاعمال، براعي اللي احنا نطور بقى المناهج بحيث ان هي تكون مناهج تكامليه. احنا ايه اشكاليتنا في المناهج الحاليه؟ ان هي مناهج منفصله. يعني ايه مناهج منفصله؟ كل ماده منفصله عن الثانيه. طب التوجه الحديث في تصميم المناهج العالميه اللي انا بعمل المناهج كلها مهما اختلف نوعها حوالين قضايا بنسميها قضايا قوميه الكبرى. احنا عندنا قضايا قوميه في مصر، مشكله التصحر، مشكله نقص الطاقه، نقص المياه والكلام ده كله. فانا بوظف كل ماده
من المواد بتاعه سواء كيمياء فيزياء احياء انجليزي عربي كل الكلام ده في خدمه القضيه ديت. فانا بقى هنا بعمل حاجتين، بنمي ما يسمى بالتفكير التكاملي لدى الطالب، اديله نظره كليه للموضوع للظاهره. تاني حاجه بنمي قدرته على الابداع وعلى البحث عن المعلومات وعلى الوصول ليها بنفسه وعلى حل المشكلات.